السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنصمم برنامج جديد خالص برضو من الصفر عن حاجة اسمها المواد الخطرة. مطلوب مني برنامج مواد خطرة هتحط في مؤسسة كبيرة. المؤسسة دي بتتعامل مع مواد خطرة وبتتصرف لأقسام محتاجين السيطرة على هذه المواد، تقرير بالكميات الموجودة في الأقسام والمعدل الاستهلاك لكل قسم في خلال الشهر أو شهرين أو 3 شهور أو سنة وهكذا على حسب الفلتر اللي انت حددته. ايه بقى قصة المواد الخطرة دي؟ يعني ايه المواد الخطرة؟ المواد الخطرة ديت دي الايكون بتاعها اهو، ما انتوا شايفين كده. نشرح يعني ايه مواد خطرة. اهو معلومة نعرفها او في ناس عارفينها طبعا. هنا شايفين العلامة دي قابلة للاشتعال، حاجة قابلة للاشتعال، يعني هي مم مم يعني هي اصلا مش هتولع الا لو يكون في نار وليس حرارة. يعني هي مش هتولع الا لو يكون فيها نار لمسها هتولع. طب دي لا، مش لازم يكون نار حتى، ده لو في حرارة عالية هتولع. حرارة عالية هتولع زي الكحول كده، درجة الحرارة لو وصلت 70 أو 80 هتولع. طب ده دي متفجرة، يعني حاجة احتكت بحاجة هتفنجر، لازم يكون معاها 2 مادة عشان يحصل الانفجار ده. توافر 2، حرارة أو حاجة احتكت بيها حصل شرز انفجر. زي كده بعد الشر كده العربية اتقلبت و ال اسمها ايه يا رب، البنزين اللي كان تانك البنزين احتك بالارض، الاحتكاك ده عمل شرز ولع العربية او انفجرت العربية، تمام؟ بعد الشر يعني على الناس كلها. هنا ايه دي؟ جمجمة اهي. طب ليه بقى؟ ده حاجة يا خانقة بتموت، يا سامة بعتها موتتك، يا كهرباء عالية قوي 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 مجرد لما لمستك صفتك. يعني ليه علاقة بالموت؟ سامة وإيه وحاجة زي كهرباء كده عالية قوي وحاجة خنقتك. الخنقة أنت ما بتشوفش الحاجة اللي بتخنق، ما بتشوفهاش بعينيك، مش مادة إنما غاز أنت مش شفتوش بعينيك. فأدت إلى إيه بقى؟ أدت إلى وفاة سعادتك يعني. خلاص يبقى اصبح العلامه دي تحت شعار اسم او تحت كلمه توكسيك، يعني سموم. ايه دي بقى؟ لما نكبر الصوره بدل ما نقعد نشرح كده اهي، كبر الصوره خلاص احنا عرفنا دي التوكسيك. ايه دي بقى؟ دي ماده اكله. يعني ايه ماده اكله؟ المادة الأكلة ديت شايفين عبارة عن 2 محلول، واحدة بيقع في الإيد واحدة بيقع في الحديد. وقعت في الحديد أو أي مادة، بص تاكلت. وقعت في الإيد يا لهوي، يعني إذا كانت بتاكل الحديد مش تاكل إيدك، هتاكل إيدك طبعا، فأصبح مضرة للجلد هتاكله. إيه بقى دي السمكة دي والشجرة؟ يعني حاجة مش مضرة بالإنسان لكن ممكن تضر ايه؟ البيئة. تموت السمك اللي في المية، تموت الزرع. المادة بتبقى ايه؟ مادة. خلاص كده؟ طب ايه دي؟ دي بقى حسب ما يقول المتخصص. والله المتخصص يقول لك اصل تركيز المادة ديت لو وصل لتركيزها معين 80% يبقى مادة خطرة. والله لو تركيزها اقل من 80% مش خطر. في ناس تقول لك لا انت توصل 60، لا اصل البني ادم ده ما يستحملش، اصل البني ادم ده يستحمل، اصل دي مناعته كويسه، اصل البني ادم لا. فعملوا علامه استفهام. فايه علامه الاستفهام دي؟ يعني ايه بقى؟ يعني شك، شاكين ان دي ممكن تكون خطره او ممكن ما تكونش ايه؟ خطره. على حسب مناعه الانسان. الناس في مناعتها زي فيروس كورونا اللي جه ده، في ناس بتموت وفي ناس ما بتموتش. الناس اللي مناعتها كويسه بتروح لوحديها. الناس الكبيرة في السن مناعتها قليلة بيموت. فهي زيها بالظبط،
المادة ديت لو واحد شمها والراجل ده عنده حساسية هيموت، الراجل شمها التاني صحته كويسة مش عارف ايه، بلا حديد ولا بالعكس، ده هتلاقيه بالنسبة له فيتامين مش مضر لي. طيب هنا ايه دي؟ دي يا سيدي بقى نفايات. يعني ايه نفايات؟ يعني الحاجات اللي بتحطها المخلفات المستشفيات، مريض مطرح دم، مريض مطرح دم سرنجات، مطرح دم حاجات كده مش كويسه، افرازات مريض والكلام ده، الحاجات دي بتتحط في اكياس. الحاجات دي لو حد لو واحد بيشيل الكيس دوت اللي هو النفايات ده وفيه مثلا ابره وسرنجه مطرح ما واحد عنده يعني بعد الشهر سرطان وكده، واتخذ مع وغز يعني تشك في الجلد هيموت. فده ايه؟ نفايات، يعني زيها زي اوسخ ما تخطر يعتبر. طب دي ايه اللي عامل زي السماعه دي؟ مواد مشعه، اشعاع، يعني اي حد قرب من الحته دي ممكن يتجنن، ممكن سمعه يروح، ممكن عينيه تروح ما يشوفش، ممكن يفتقد الشم، يعني اي حاس من الحواس ممكن يموت كمان. فدي اشعاعات، حاجه مشعه، يعني في اشعاع هنا زي الاشعه بتاعت الرنين كده، او اشعه ان الراجل بيعدي من الشنطه يحط الشنطه تحت الاشعه عشان يشوف ما فيها ايه، بس بيقولوا ان الاشعه دي بتضر الاكل فما تحطش الاكل كده، يعني حاجه زي كده، بس طبعا مصنفه مواد خطر. طبعا احنا قلنا دي متفجره ودي اكله، دي اللي بتاعت الضرر بالبيئه، وده ايه مشتعل، وده اكله، وده سموم. طبعا دي لسه ما قلناهاش ودي ما قلناهاش، ديت خانق للنفس. هتقولي طب ما هي متكرره هنا، لا ما ده بقى هنا ايه، ده هتموتك، يعني انت هتقطع نفسك خلاص هتموت. انما هنا يعني ايه، بيجيب لك حاجه مرض خطير في الرئه، ممكن يعني الاسعافات الاوليه تلحقها وممكن تلاحق وممكن يموت. فايه، هي حاجه مضر للنفس، انت هتتنفس وكل حاجه، النفس هيروح ويطلع عادي، بس هيضر صدرك، هيضر صدرك او كتره يضر صدرك. يعني زي الناس اللي هي بتشتغل في اسمها ايه دي، النجار والحداد وبتوع البلاستيك، مصانع بلاستيك، الاخيره دي غلط جدا الرئه، فلازم يلبس الايه، القناع، القناع الفلتر، خلاص يبقى احنا ايه عرفنا ايه دي كمان. طب دي بقى اسطوانه، اسطوانه بقى اكسجين، اسطوانه ثاني اكسيد الكربون، اسطوانه مش عارف ايه. عامه الاسطوانه، اي اسطوانه مضغوطه حتى لو هوا، لو وقعت في الارض هتطير، ولو طارت بقى ايه مشكله؟ لا ده هتلوش في المكان وممكن توقع اي حاجه، وممكن توقع مبنى، ممكن تكسر عمود. طب ايه تاني؟ ممكن يخبط في حاجه مشتعله فتبقى مصيبه 20 مصيبه تانية. خلاص كده يبقى احنا كده عرفنا ايه ده، ايه تاني؟ خلاص كده احنا نعتبر ايه، قلنا معظم المواد الخطره. اي طبعا دي الاكله اللي احنا قلنا ايه، طبعا دي تبقى ايه علامه، العلامه دي يعني ما تشربش، ممنوع، دي مش بتاعتنا دي. طبعا احنا قلنا دي اللي اسمها دينجر، او اسمها النفايات. طبعا دي ضرب بيئه زي ما احنا عارفين. خلاص كده طبعا من فاتت من اهي، ودي مشتعله، ودي التوكسيك سموم، كل ده. الاكس دي بقى هارمفول، العلامه دي مهمه. فين الهارمفول؟ مش كاتبينها بس انا لازم اقولها، عايزين بس نوضح العلامه اكبر من كده شويه عشان تتشاف. اهي العامة الاكس دي يعني ضار، هي مش هتموت بس ممكن تضر، تمام؟ اهي العلامة اللي هي الاكس، ضار بصحتك. طيب انت دلوقتي هنا شفت الاستكرات دي، خش عندك كده في الشقة عندك هتلاقي ايه؟ رد الحشرات الطايرة، أكيد عندك بيرسول، عندك رد، هتلاقي فيه إيه؟ هتلاقي اللي فيه العلامة دي والعلامة دي. دي يعني سعادتك لو الرد ده عيل صغير من عندك خد الإزازة، رد يا ابني امشي بقى وقف في 60,000 ده، يا بقى نزلها كده، خد الإزازة أو الإزازة الأسطوانة دي حطها جنب البوتاجاز، سعادتك كده شكرا، هيحصل حريقة.
طب دي ديت سعادتك لو انت رشيت زيادة عن اللزوم هتخنقك فضار. واحيانا بتلاقي العبوات اللي عندك بتلاقي فيها العلامة دي زي الكلور. الله، الكلور ده لو دلقت على زرعة بتفتكرها مية بقى، لو زرقتها على زرعة هتموتها. او مثلا في حوض سمك حطيت له مية كلور هيموت السمك خلاص كده. طب العلامة دي بتظهر في انهي عبوات بقى؟ العبوات اللي زي الاريال وزي ال مواد كتير الصراحة مركزة زي اللي عارف الفرن اللي هو اللي بيشيل السخات الكثيفة في الفرن دي. هتلاقي فيها العلامة دي اللي بيشيل السخات الأفران. ليه بقى؟ أنت بتعمل إيه؟ حلها إيه؟ هتلبس جوانتي. إيه المشكلة؟ تلبس جوانتي. الله، طب ما تقول إن أنت بيكسر الخشب وكسر حديد. مش بالضرورة ده حديد، مش بالضرورة ده بلاستيك. هي عامة مضرة. فأنت تلبس احتياطات، يعني لازم تلبس جوانتي، لازم تلبس حاجات. فهي دي اكلها حسب تركيزها، حسب ايه تركيزها. خلاص كده احنا كده عرفنا ايه اللي علامه الدارة دي مهمه، ما كناش ايه كانت ظاهر. ايه تاني في علامات تانية خطره؟ طبعا احنا قلنا دي بقى ايه دي، احيانا بتبقى تظهر في العبوات كده اهو، حاجه اسمها مكونات الماده الام اس دي اس. مكونات الماده دي بعدك هتترفق عليها. ايه بقى المواد مكونات الماده دي؟ مكونات الماده دي بقى بيبقى هنا علامة الزرقاء يعني ايه؟ ضار. علامة الحمراء يعني حريقة. علامة الصفرة ديت يعني الغازات. هنا مش هفتكر قوي بس هي احتمال تكون يعني عدد المهمات الوقاية هتلبسها، عدد مهمات الوقاية اللي هتلبسها. اهي دي مهمات الوقاية، اهي تلبس مهمات الوقاية. ايه تاني؟ كده خلاص احنا قلنا معظم المواد الخطرة. معظم المواد الخطر اتقال. في حاجه تانية مواد خطره ما اتقالش، بص هنا في البرميل عليها علامه الاشعاع، يعني البرميل ده ما حدش يقرب منه او لو وقع تبقى مصيبه سودا، مصيبه سودا اهو. ده بيقول لك ممكن تسبب بفيروس اهو، دي علامه الفيروس. الفيروس دي مواد خطره جديده، يعني ايه؟ يعني سعادتك دي فيها فيروس، اتلمست ايديك هيخش جوه جسمك فيروس. دي يعني ده اوسخ وادل، دي المفروض تبقى علامة أساسية. ده بيقول لك مضر للأشجار. في تاني، في حاجة تاني؟ في نمو برو. ايه تاني؟ احنا كده قلنا معظم العلامات او كل العلامات. فاحنا هنعمل برنامج، هنعمل برنامج هيعمل هيوضح توزيع الايه البرنامج المواد الخطر دي، توزيعها في الاقسام ومعدل الاستهلاك الكميات بتاعها. تمام، ده ان شاء الله هنعرفه. احنا دلوقتي ايه مهدنا البرنامج، وفي قائمه التشغيل ان شاء الله اللي احنا يا سيدي في قائمه التشغيل يا عم امشي بقى امشي في قائمه التشغيل. في هذه القائمه هنصمم برنامج عبارة عن توزيع، تعال بس نشرح البرنامج ده اهو. الأصناف اهي اللي احنا استلمناها من منطقة الاستقبال البضائع، و راحت تتخزن في المخزن المختص. المخزن المختص اهو، ده المخزن. تمام، المخزن ده هيبتدي يوزع على الأقسام المحتاجة هذه المواد. ماشي، الأقسام ألف واحد اتنين تلاتة خلاص كده. يبقى احنا البرنامج عبارة عن استقبال البضائع، استقبال المواد الخطرة هتروح تتخزن في المخزن، ومن المخزن ده هيروح فين؟ هتتوزع في الأقسام للمواد الخطرة فقط لا غير. هنقول معدل الاستهلاك على حسب معدل الاستهلاك الشهري، معدل الاستهلاك الأسبوعي، معدل الاستهلاك اليومي، معدل الاستهلاك الربع سنة والسنوي أو تلت سنة لكل قسم، بشرط إن يكون المعدل الأسنان عبارة عن توضيح الأصناف دي معها اللوجو الخطورة و شهادة الشهادة بتاعته، شهادة الـ MSDS مرفق PDF.
مرفق ايه بي دي اف. ده ان شاء الله هنبتدي نشرحه بدايه في الحلقات الجايه، وعملت لها هنا قائمه تشغيل. ابقوا لو انت عايز تتابع البرنامج ده سجل قائمه التشغيل دي عندك. ماشي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.